يعني وضع شروط واضحة أن الإيمان هو شرط دخول الجنة. لا مو صحيح، يعني ليس الإيمان فقط، هذه ينبغي أول شيء وضح لي الفكرة بعدين دليل عليها عشان بس ما أصير أي ما يخص أن من هم أهل الجنة ومن هم أهل النار، ينبغي أن تنطلق من آيات دستورية، أو نقول مثل قوله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفطرة الناس التي فطر الناس عليها، أو فطرة الله التي فطر الناس عليها. فعندما تجد عجوز عامية من سريلانكا في مزرعتها في كذا، ما علمت عن محمد ولا عن الإسلام ولا رأت منه إلا كل شر وتفجير واختلاف، كيف تريدها أن تفهم وتسلم وتقول أن محمد؟ فهنا الله لا يحاسبها إلا بالأخلاق العالمية، شيء الخلاق يعني الأشياء المستقرة، الظلم والكذب وكذا، ولا يضيع أجر من أحسن عمل، لأن الله ترى في الأخير رب العالمين ليس رب المسلمين، والقرآن ذكر العالمين. بس هنا لا أستكمل. تفضل. العالمية عالمية الإسلام وعالمية القرآن، لماذا يركز أنه ذكر العالمين والنبي رحمة للعالمين والله رب العالمين؟ هذه اختطفها كما السياسيون، ها جاء بني أمية وغيرها، السلطات وعنصريتها وجهلها وجهل فقهائها جعلوا الإسلام الله لنا والرسول لنا والقرآن لنا، مع أنه للجميع، رحمة للجميع. من هنا الملحد الذي يختلف، ملحد يعني هكذا متكبر لا يبحث وكذا وينكر يحب يسب الأديان، ورجل باحث جاد ومات قبل أن يجد الإجابات على الأسئلة ولم يؤذي أحدا، ولا بالله لا يختلفان، الله بصير بالعباد. يعني الآن الملحد الباحث ممكن أنه روح الجنة ونلقاه؟ طبعا، ليش لا؟ إذا يعني أنت على كلامك إذا الجنة موجود فيها مسلمين طبعا ويهود ونصارى والحديم ممكن نلقى فيها؟ ولذلك أنا قلت الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ترى تعمقت الأسئلة الإلحادية وكذا، وأجد شباب يأتوني أنا يمكن في قصور في جوانب العلمية والكونية وكذا، وإنما أركز لهم على المسائل الأخرى، يعني من حيث إثبات الثوابت وإبقاء الأسئلة. إحنا نتكلم عن الثوابت، يعني الله تعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أي ماشي، إن الله لا يغفر أن يشرك به. يا سيدي هذا من علم، إيش معنى الكفر أصلا؟ من علم ثم جحد فهو الكافر. الآن الناس في اليابان وفي أمريكا وفي أوروبا لا أسميهم كفار، هؤلاء اسمهم الناس، تمام؟ لأن الكافر لابد أن يعلم أولا وليس أن يجهل، يعلم ثم يجحد أو يغطي، لأن الكفر معنيان في القرآن، إما جحود أو تغطية وصدوف عن الآيات. أما الذي يجهل ما تسميه كافر، هذا من الناس، وهذا تحت إرادة الله. أنا أفضلني أن قد يكون الداخلين من الأمم أكثر من الداخلين في الجنة، أكثر من الداخلين من المسلمين، الذي غير المسلمين من في الجنة أكثر من المسلمين، قد يكون. أنا أقول قد، ترى احتمال. ليش؟ لأني أجد غايات القرآن، ما هي غايات القرآن؟ ما يعرفوها. غاية قرآن تقول التوحيد يعني. لا لا لا، غاية القرآن يعبدوه وحده لا شريك له. هذه نعم ممتاز، نعم يعني هذه غاية القرآن، يعني الله بعث الناس وحتى الجن. اسمعني وما خلق الجن، غاية الخلق أصلا يا سلام عليك. طيب اسمعني بس، تفضل. الله عز وجل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تمام؟ ولماذا نعبد؟ يأتي السؤال الثاني، ولماذا نعبد الله؟ ما تجد ولا مسلم يجاوب. الجواب موجود في القرآن، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. ليش يا رب؟ لعلكم تتقون. التقوى ما هو؟ هو كف الأذى والاعتداء بالقرآن أيضا، وليس التعريف الذي نجعله وقاية ما بين الله وعبده باجتماع، هذا الكلام العام جعلوا العبادة كالتقوى كالصلاح تعريف واحد، لا. ما هو التقوى من القرآن الكريم؟ وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان. ولما تستعرض آيات التقوى في القرآن تجدها ضد الاعتداء، يعني ضد. شوف المعاني اللي تتكلم فيها معاني جميلة، لكن معاني الاعتداء والضد. أنا أتكلم على قضية واحدة، قضية الإيمان، التوحيد، الشرك. لحظة، هذه اللي أنا المطلع أتكلم فيها. ما هو الشرك؟ لا، سيأتي أننا مشركون لعله أكثر منهم، لأن إشراك ليس عبادة الأصنام فقط، إشراك الأحبار والرهبان وطعنا سادتنا والكبار أنا فأضلون السبيل، قصة كبيرة الشرك. تحسب أنها سهلة، نظم أبا جهل؟ لا. لكن الآن خلنكم الغايات، غاية العبادة نعم، لكن فوقها غاية التقوى وهو كف الاعتداء، ولذلك الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب بعد التقوى هل في غاية؟ نعم في غاية، الله ذكر غاية الشكر، قال واتقوا الله لعلكم تشكرون. ليس في القرآن اشكروا لعلكم تتقون، وليس في القرآن اتقوا لعلكم تعبدون. القرآن نظام صارم، وهذا معنى الثقافة القرآنية ومعرفة الغايات. شوف الغايات والتقوى والشكر، هذه يعني هذه قضية ما هي قضية، ما هي كبيرة بالنسبة، يعني ما هي حبيبنا اسمعني،
العبادة كلها غايتها التقوى في القرآن. ماشي. أيوة. أنا الآن أسألك عن سؤال محدد. الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني أنت هذه كل الذنوب ممكن أن يسامح عنها الله ويتجاوز عنها إلا موضوع الشرك. أنت الآن تقول لا، أنه والله ملحد أو واحد مشرك. لا إيش واحد الآية إيش هي؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به. بالله يركز على اللفظ أخي عبد الله، ما قال لمشرك به. أيش القدر من الشرك لا يغفره الله، حتى يعني الحصر ومن يبتغي غير الإسلام دينا. هي الإسلام يعني لما تبتغي أنت ما هو الإلحاد وأنت باحث عن المعرفة وتقول توصل للجنة نفس الشيء. ما هو الإسلام في القرآن الكريم؟ ما هو الإسلام في القرآن الكريم؟ ثلاثة أمور: الإقبال على المعلومة الصحيحة، فإن أسلموا وإن تولوا تعرفها من الأضداد. المرحلة الثانية التسليم بالمعلومة الصحيحة. المرحلة الثالثة العمل الصالح الذي ينعكس عن التسليم. هذا لو تعرض هذا الإسلام بالله، هذا الإسلام موجود في الأمم أكثر ولا فينا؟ الإقبال بصدق على المعلومة، التسليم بالمعلومات الصحيحة، والعمل الصالح الناتج عن هذا. هذا الإسلام بالمعنى القرآني، ولو عرفته لعرفت أن طيب معنى التسلسل